ومنصة ديت هي أحد المنصات الشبابية المهمة التي نشطت في الآونة الأخيرة في اسطنبول. سنتحدث عنها أكثر مع ضيوفنا اليوم في استوديو صباح الإيمان، ومعنا عبد الناصر القادري أحد المؤسسين والناطق الإعلامي في المنصة، وأيضا عزة مندو مديرة المنصة. وأهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. نبدأ مع عبد الناصر، ولابد أنك تخبرنا عن بداية تأسيس والفكرة، فكرة ديت من أين انبثقت؟ نحن كنا 5 شباب سوريين. أول شيء بصبح عليكم، صباح الخير. صباح النور. نحن كنا أول ما أتينا إلى اسطنبول 5 شباب سوريين، فوجدنا أنه لازم نعمل مشروع. كان المشروع أنه نعمل مشروع مختلف، يعني كانت كل المشاريع الموجودة هون لها علاقة بالأطفال، لها علاقة بالإغاثة، الاهتمام بالسوريين الذين أتوا إلى اسطنبول. فكان المشروع أنه يكون مشروع فكري تعليمي ثقافي تنويعي أكثر مما هو إغاثي. فكانت فكرة ديت اللي هي اختصار لـ Development Education Together، تطوير تعليم معا. اخترنا شعار إله واللي هو Rostrum of Ideas، منبر الأفكار. جميل. حتى واللي هو بيعبر تعبير جلي عن أنه كل شاب منا بيقدر يكون ديت هي منبره ليتكلم للناس عن فكرة بباله. لطيف. تمام، هي الفكره بالمجمل. طيب في عنا يعني منصه تيد معروفه بشكل كثير كبير عبر العالم، هل انبثقت الفكره منها؟ انتم طورتوا على الفكره، شو الشيء المختلف عن منصه تيد؟ هلا تيدكس او تيدكس هي المشروع العالمي، تيد هو بامريكا. نحن استنسخنا الفكره حقيقه، تكلمت هذا الشيء انا امام الناس باول مؤتمر لنا ب 13/9/2015، انه نحن استنسخنا الفكره ولكن بمضمون عربي، بثقافه عربيه، بالمجتمع، من القيم اللي نحن خرجنا منها بدون شروط، بدون اي ضغوط علينا. فنحن عملنا منصه خاصه فينا. نحن منصتنا بتنقسم لعدة أقسام. المشروع الأهم فيها هو مؤتمرات ديت. جميل. طيب يعني في حديثنا عن الأقسام، طبعاً نرحب فيك يا عزة أيضاً مرة ثانية، خبرينا عن الأقسام وعن المشاريع اللي أنتوا طلعتوا فيها الآن والإضافة الجديدة اللي أنتوا عم بتحاولوا تضيفوها بهاي المنصة. تمام. هلأ منصة ديت قائمة على عدة مشاريع حالياً. في عنا مشروع تجارب حياة اللي هو بينطوي على مؤتمرات ديت، اللي هو المشروع القائم حالياً والشغالين فيه حالياً. كل 3 شهور بنعقد مؤتمر. المؤتمرات هي عبارة عن فرصة لإتاحة المجال قدام الشباب اللي عنده تجارب متميزة، أفكار ناجحة، لعرضها قدام جمهور تفاعلي، ومشاركة هاي الأفكار الإيجابية مع الفئة الشبابية اللي جاي عم تحضر المؤتمرات. حاليا عقدنا نحن 3 مؤتمرات، وطبعا المشروع قائم وشغال. هذا أول مشروع اللي هو تجارب حياة. جميل. في عنا مشروع آخر اللي هو مشروع أبجدي، بيهتم بالكتاب، جعل الكتاب كصديق، ممكن الأخ ناصر يحكي عنه. جميل. خبرنا ناصر عن مشروع الكتاب. هو ليش اخترنا أبجدية مثلا؟ نحن من أول الخلق بنقول وعلم آدم الأسماء كلها. فنحن إذا عندنا لغة تعلم سيدنا آدم، ونحن بني آدمين من البشر، أبو البشر هو تعلم اللغة. فنحن عم نتجاوز لغة عبر العصور، حتى وصلنا للغات البرمجة هلا والمحاكاة العقلية. إذا نحن أمام أبجدية. فاختيار الاسم هذا انه أبجدية هو معبر حقيقي عن اللغة والحضارة والثقافة والفن. فهذا المشروع هو انه يكون في مجتمع قراءة، لانه احنا بالاصل هو ديت هو مجتمع افكار. كيف تبني مجتمع افكار؟ ما فيه قاعدة البيانات اللي بتاخذي من الافكار هي الكتب. فنحن حاليا عم نحاول نعمل مشروع قراءة، هي انه نقرا كتاب ونتناقش فيه ونطلع منه تماما، لحتى نستفيد بشكل حقيقي من الكتب اللي عم نقراها. جميل. طبعا كثير ناس بيقولوا لك انه في كثير نوادي قراءه موجوده باسطنبول هلا، طب شو المانع؟ ليش ما بكون في تنافسيه بهذا الموضوع؟ هذا بيزيد خبرتنا، بيزيد ثقافتنا، بيزيد افكارنا. هذا شيء بالعكس هو شيء مفيد، ما له تنافسي يعني. حلو. طيب انا حابه ارجع لمساله التجارب، يعني مساله التجارب انا صارت عم تستثيرني هاي الايام، خصوصا انه في كثير من المنصات عم تجمع كثير من الشباب بتحدثوا عن تجاربهم، فصار الموضوع انا بالنسبه لي عم بشوفه مستهلك. انتم شو التجارب اللي عم بتحاولوا قدر الامكان انكم تاخذوها؟ الجديد في هذه التجارب، معايير اختيار التجارب، لو تخبرينا عزه.
هلا في نقطة، نحن صحيح عم نشوف أفكار جديدة عم تطلع، شباب عدد لا بأس به عنده مجموعة من التجارب والأفكار الملهمة والمتألقة، لكن نحن أول منصة عربية تهتم بتسليط الضوء على هاي الأفكار بشكل تفاعلي. يعني بالمؤتمر أنا يعني بيهمنا جدا إنه يطلع هذا الشاب الناجح المتميز، أنا أشوفه وجها لوجه فيس تو فيس، عم يعرض تجربته وعم يحكي عن مصاعبه. فأنا لما بشوف هذا النموذج يعني نموذج حي حركي عم يتفاعل معي، عم أسأل وعم أطرح عليه أسئلة أنا، فأكيد حيكون له تأثير انطباع أكثر ما أنه لو بس شوفه بشكل افتراضي. هاي شغلة. الأمر الآخر، في كتير شباب عندهم أفكار ناجحة لكن ما عندهم القدرة على الوقوف على المنصة. نحن بمنصة ديت منتيح الفرصة لهؤلاء الشباب لعرض فكرتهم بطريقة متميزة. عندنا فريق مختص بتدريب المحاضرين، عندنا منهج خاص وضعنا نحن بأنفسنا حسب إمكانياتنا وخبراتنا البسيطة. يعني أنتم عم بتساعدوا الشاب اللي بده يحاضر، مش بس عم تستقبلوا الفكرة مجردة كما هي، ممكن تضيفوها تعيدوا صياغتها. قد يكون عندنا صاحب تجربة متميز لكن ما عنده قوة الأداء المؤثر وقوة الحضور على المسرح، فنحن بنهتم بتدريبه بما يتوافق مع معايير ديت برضو، لأنه لازم يعرض فكرته خلال 15 دقيقة بس، لازم يكون في عنده لغة جسد لا بأس بها، لغة عربية قريبة من الفصحى بتوصل الفكرة، زائد التفاعل اللي عم يصير. نحن آخر كل مؤتمر عندنا فترة نقاش، فهذا التفاعل التحاور ما بين المتحدثين ما بين الجمهور، هذا عم يترك بصمة كتير إيجابية عند الشريحة الشبابية. جميل. اللي عم تيجي يعني تحضر لأول مرة بيكون في إنه شباب بمبتدأ عمرهم عم يسألون كبار ناس أكاديميين وجامعيين وذو خبرة، عم يسألون عن الأفكار اللي عم يحكوا عنها، عم يستفسروا، ويكون في يعني نقاش لطيف فيه فكاهة فيه هزل فيه جدية، فأنت هيك عم تعملي جو جميل. يعني حتى نحن آخر مؤتمر ساعتين الناس ما بدها تطلع، مبسوطين كثير، يعني 400 شخص ساعتين وتجربة ورا الثانية. يعني تمام، يعني نحن ربع ساعة لكل شخص ما بصير يتجاوزها، لأنه نحن محاضرات قصيرة المدة. حلو. حتى الناس تخرج بشي، يعني ما بدنا نحن خارجين من جو الجامعات محاضرات طويلة. أكيد. فبيجي هو يستفيد، فهو مر الشخص بتجربة بفكرة حابب يحكي عنها فبيعطينا الزبدة. طيب بالنسبة للتنوع، يعني التنوع في اختيار الشباب، تنوع الأطياف، هل أنتم بتهتموا بعملية التنوع؟ يعني أنا بعرف أحد الانتقادات اللي وصلتكم أنه عم تتوجهوا لفئة معينة، فئة السوريين، ما توسعتوا رغم أنه اسطنبول يعني فيها من كل العرب. صحيح. هلا نحن قلنا أول منصة عربية نشر أفكار الشباب، ما قلنا أول منصة سورية. هذا موضوع كتير مهم، ونحن حاولنا تكون عربية بمضمون عربي بثقافة عربية. اللي صار إنه نحن هلا معنا فلسطينيين، حتى في بطلبات الانتساب المقدمة عراقيين، في مصريين، إذا نحن عم نحاول يكون معنا. جميل. يكون معنا ضمن الفريق، وهذا أهم. حلو. يعني يكون ضمن الفريق. طيب نحن طلع على المنصة لبنانيين، طلع لبنانية وطلع تركية تحدث اللغة العربية. جميل. وحاليا نبحث عن أي شخص ممكن أنه يطلع من أي جنسية عربية أو ناطق باللغة العربية. العكس، يعني نحن نبحث بك، ولكن بسبب أنه نحن الغالبية سوريين، بسبب غالبية الموجودين باسطنبول سوريين، فكان هذا السبب. أما نحن بالعكس اهتمامنا بالجميع، ونسعى لأنه تنتشر الفكرة بكل البلدان. جميل. حتى إجانا طلبات أنه تنفتح المنصة بأكثر من بلد عربي، لكن نحن بمرحلة تأسيس، ففيما بعد إن شاء الله. طيب بالنسبة هذا بالنسبة لتنوع الجنسيات، لكن بالنسبة لتنوع الأطياف الفكرية، يعني من معرفتنا بكثير من المنصات والمؤتمرات الشبابية أحيانا نشوف كل مؤتمر للأمانة موجه لفئة معينة. صحيح. إما مؤتمر موجه مثلا لفئة إسلاميين، مؤتمر موجه لفئة يساريين، أنتوا هل حاولتوا تكسروا هاي الحواجز تجمعوا أطياف مختلفة؟ هلا نحن خرجنا من بيئة معينة، ما بصير نطلع من هي البيئة أو نتجاوزها، ولكن نحن منصة علمية منا سياسية، نحن لا نحمل أدلجة سياسية ولا وعظ ديني. جميل. هذا كتير شيء مهم. نحن بالعكس حاولنا بجهد كتير كبير أنه ندعي الجميع، 1+1=2 بكل العالم، نظرية علمية متفق عليها الجميع. أكيد. فنحن عم نحاول ندعي جميع الأطياف. نحن بيتهمنا البلاد العربية ترجع، يعني أنت نحن بالأصل موجودين بالبلاد، فعايش الجميع حد بعضهم، سواء إسلامي أو علماني أو مسيحي أو مسلم. أتاني سؤال إنه بتسمحوا لمسلم يوقف على المنصة؟ طب هو طالع يطرح نظرية علمية، أنا حأستفيد منها، شو المانع؟ ما في مشكلة. صح. نحن ما لنا طالعين نعمل عقد، موضوع عقد. جميل. يعني مستعدين تماما انه تستقبلوا جميع الاطياف طالما ما بتتجاوز حد معين. اكيد. يعني ضمن اهداف المنصه. اكيد. طيب خبرينا عزه عن المؤتمر القادم، تحضيراتكم القادمه بهذا المشروع.
تمام، مثل ما ذكرت لحضرتك يعني نحن 3 شهور أو 4 شهور بنحاول نعقد مؤتمر، فتبدأ رحلة البحث ببداية هالثلاث شهور عن المتحدثين. طبعا في عنا استمارات على الموقع موجودة وعلى صفحة الفيسبوك، بيحسن أي شاب أو شابة طبعا صاحب تجربة متميزة أو فكرة ملهمة أنه يقدم طلب انتساب ضمن الشروط اللي حكينا فيها، أو على صعيدنا الشخصي على صعيد شبكاتنا الاجتماعية، يعني لو نعرف صاحب تجربة متميزة فمن نبدأ بالبحث عنه من قابل المتحدثين. طبعا المتحدثين لازم يخضعوا لدورة تدريبية مثل ما حكينا، فهذا يستغرق وقت يعني لا بأس به، زائد موضوع الحملات الإعلامية اللي بتصير للمؤتمرات طبعا وتنظيم الأمور وتأمين المستلزمات كلياتها بدءا من حجز القاعة كمان. هذا بياخذ وقت اكيد، في تحضيرات لوجستية طبعا يعني. طبعا فهالثلاث شهور تستغرق تحضيرات للمؤتمر، و يلا يعني ان شاء الله خير. ما بنحدد على مواضيع محدده، ما بنركز على مواضيع محدده بحسب التجارب اللي عم تجينا. يعني انتم بتركزوا على التجارب والافكار، يعني ممكن حدا انه يعرض تجربه، ممكن حدا انه يعرض فكره. تمام. ما بتحدوا اطلاقا يعني من طريقه العرض او الفكره اللي راح تعرض. يعني من الافكار اللي انعرضت مثلا انه في افكار ابداعيه انعرضت وفي تجارب مميزه انعرضت. حلو. يعني في شباب متفوقين دراسيا جايبين علامات تامه بكل شيء، فهذا يجب أنه يظهر لحتى يحفز الناس. الفكرة من المنصة هي تطوير تعليم معا، ما بدنا نطور التعليم بالمدارس والجامعات، مو مهمتنا، هي مهمة مديريات التعليم الحكومات. أما نحن الشاب المتعلم نفسه بيتحفز لحد، يعني بيحفز الناس المقابلين له لحتى يكونوا أكثر أكثر إبداعا بمجالاتهم. أكيد، يعني بالنهاية العرض التجارب بيتم يعني من خلاله عملية إثراء بالنسبة لجميع المشاهدين والجمهور. طيب خبرونا عن مسألة الأعمار، يعني أنا لاحظت إنه معظم اللي مختارينهم كانوا شباب، هل ممكن تتوجهوا لعمر كبير بالسن يعني تجمعوا ما بين الشيبة والشباب؟ تمام. هلا منصة دت بدأت بفكرة من 5 شباب مؤسسين إلى، وهي موجهة لشريحة الشباب. فبالطبع بدها تكون العمل ضمنها قائم أيضا على الفئة الشبابية. الأعمار المستهدفينها اللي هي الفئة الشبابية ما بين ال 18 سنة وال 35. بعتقد هذا ما بيمنع مرات أنه تجيبوا شخص كبير في السن له تجربته، ممكن يعرض تجربته الشبابية. طبعا. يعني صحيح. هلا هو نحن في جانب معين، نحن في عنا مشروع لكن مؤجل، هو الأكاديميين، شخص كبير بالسن مر بتجربة كبيرة، هذا لازم نحن نستفيد منه. ولكن الحالة اللي نحن فيها حاليا انه نحن ليش مختصين بالشباب بس، نحن عم نبني جمهور، عم نحاول نمشي مرحلة مرحلة. المشروع الأكاديمي ليش كمان بيحتاج مبالغ أكثر؟ لأنه الاهتمام بالكبار بالسن بيكون مختلف شوي عن الشباب. الشباب بيرضى بشو مكان، ما بدك تجيبيه بطيارة وفندق، هذا موجود ومر بتجربة بسيطة هو مستعد انه يطرحها، في قبول من الجميع. نعم. والمنصة أخذت شهرتها لأنه للشباب، لأنه إحنا هلأ عايشين بحالة التواصل الاجتماعي بالمنصات الإلكترونية، فاللي عايش على الإلكترونيات ولا الشباب على هم الفئة اللغات الفاعلة يعني هاي. ففئة فاعلة. وشغلة تانية إنه نحن بمجتمع شبابي، تركيا ذات مجتمع شبابي، ونحن حتى عم نطمح إنه يكون يعني من طرق الاندماج بالمجتمع التركي إنه يكون في ديت فور تركيش مع الزمن. جميل. يعني حتى يكون في توزيع ثقافي، مو بس إنه عرب، وهي حتى اختيار الاسم انه ديت ليش باللاتيني واول منصه عربيه، ليش احرف لاتينيه؟ لانه اندماج المجتمع التركي لازم يكون كمان ضمن اللغه الموجوده. صحيح. ضمن الثقافه الموجوده حتى يكون في بالنهايه ما بتقدروا تنعزلوا عن فكره كونكم موجودين يعني تمام. في مجتمع غير عربي. صحيح. هاي نقطه مهمه. طيب يعني اخيرا عزه لو تخبرينا مخططاتكم المستقبليه، لوين حابين توصلوا؟ هل مثلا فكرتوا تستثمروا هاي التجارب الشبابيه تبنوا عليها شيء لاحقا، ولا بس راح تقتصر يعني مخططاتكم وتجاربكم ومشاريعكم على عرض هذه التجارب؟ تمام. بالضبط. هلا واقعنا الحالي يعني ملينا دائما من التنظير طبعا في فائدة عم نجنيها من موضوع عرض تجارب الشباب وأفكارهم، لكن بالنهاية هي شو الفائدة من والهدف من عرض هاي الأفكار؟ مثلا لو شاب صاحب تجربة متميزة ممكن عن طريق المؤتمرات اللي عم تصير يلاقي ممول لفكرته أو لمشروعه اللي عم ينعرض. ممكن لو شخص آخر برضو عنده فكرة يلاقي ناس تتفاعل معه يكملوا بهاي الفكرة، فكرة تبدأ صغيرة وبعدين هالفكرة تكبر وتصير مشروع من خلال الجمهور اللي إجا تفاعل وحضر. وطبعا في عنا الأقسام الأخرى والمشاريع اللي حاليا درست لكن ما تفعلت، اللي هي مشروع أبجدية مثل ما حكينا من شوي عنه، زائد في منصة ديت
فور تشيلدرن او نحن مسمينا مشروع جيل. تمام. الاسم يدل على المضمون يعني. مشروع جيل مثل ما في منصة لفئة الشباب برضو حيكون في جانب من المنصة من المؤتمرات لعرض تجارب هاي الأطفال. الأطفال لا شك هني بذرة المجتمع ولا شك فيهم خير كتير، ومثل ما بتبذري أكيد حتحصدي. فنحن منحاول أي طفل يكون عنده موهبة ما، فكرة متميزة ما، نحاول نهتم فيها. ليش ما هذا الطفل يطلع ويتحدث بثقة وجرأة، ونحاول مثل ما حكى وهو بمرحلة الطفولة إنه نتابع معه، نمشي معه لحد ما يصير شاب، ولربما بعد ما يصير شاب ويحقق فكرته على أرض الواقع يرد يطلع مرة تانية على أعتقد هاي رح تكون بصمة جميلة وجديدة وخاصة بكم. يعني حتى الآن ما كان في أي منصات متوجهة للأطفال بالنسبة للمشاريع المشابهة. يعني بالفعل مشروع رائع صراحة، وأنا بتمنى يعني جهودكم تكون مباركة إن شاء الله، ونسمع مشاريع متطورة أكثر يعني، وتنبثق مشاريع أخرى من وراء هذا المشروع. بنشكرك عبد الناصر القادري على الفكرة الجميلة وعلى وجودك معنا بصباح الإيمان، وأيضا عزة بنشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا. شكرا جزيلا.